بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وحان ولالها صوماليات كنول بيسي يقودهان مالا يدون حجو لنبا أن وحان بليني مناسبة عيد الفطر وبري وخميسة إن شاء الله أي تهي عيدي إلهي وحنقوم حدنينا إنه نوافجي بشي رمضان صوم كذي وحنا نويدي سنينا إنه نقع أقبله صوم كذي قيام كذي صدقة ذي يبوحي عن لن من أعمالها إلهي أن نقع أقبله ولا ليال يضو الظروف تنعضق الوجر وعن السوء إيمان كريم صلاة عيدة ذاتكنا أي دون يعني عيدة كذان أيام وحنج على السيكليب كان إلى قصو قومه سيدة لو تكذو عيدة. أولا صلاة عيد وسنة مؤكدة سيدة حوق بدن جمهور العلماء علماء يوبلينهم سنة آديات لو أتكي ومركة واجب معها وقفكي أن تكني مركة موجودة بابي مركة سيدة ليرادو إنك سوجيرو قول علماء قال كذا أبو حنيفة رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية أي قوانين واجب يهي لكن حب بدن أو لو بدن يهي علماء إن السنة مؤكدة تهي مركي أرنت عالي هاي والوين بالسوء إيمان جري أو دتكو أي أنت سو السوء إيمان سو لبستان أي تكن جرين أو تكبيرتي أي قاضي جرين أو خطبة العيدة إن جسين جرين لكن ظروفتي حتى ظروف تسامح ما يصير أنت هاس سيدا درت يدوح عن دونا يا إنا سكوبا عن أبو شرحه ولا الله جودهان سيدا يوم تكلنا عين عيدة قار عن ماله أي أذك أي أذكت هاي إنا يدك أسي ما دنا أي مال قدر تكلم مرك قف كريم وتكن كرا عيدة جماعة وكنت كن كرا ودت جوري جوا ذا جوجا أيقو جماعة كنت كن كرا وهذا يجوري جايا تجين كرا أما ويلش قف كقف في القرآن كي يقانو مركا يمحوها أي تجين كرا مركا سنا درت إني ولن تكذان آدي أبي مهم بتاعي وقريها الوقت كذا صلاة عيدة صلاة عيدة مركا سنا لون تكذو وحويا لبرك عضو ديورتا لبرك عضو وسنا صلاة ده لبرك عضو لون تكذو أو كلا مركا قف كقول يعني قبل هذا وجه سو صلاة حرته وإلى الله أكبر تكبير ذا وكحرنا يوحنا إلى تكبيرة الإحرام مش مدي وكل قلي وصلاة كذب تدوجر وتكبير صلاة تدوجر وأن كل جن تيه ولا وصلاة كحرتين الله أكبر 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 تدوجر مركو تكبير صلاة كذب وحاخرنا يا قفكي يا سورة الفاتحة إيو سورة الأعلى هذه وحفظيها سبح اسم ربك الأعلى هذون حفظ السنين السورة ذا وحفظيها هي سورة الفاتحة الأخرنا يا كذب والركوع يا أيدر سجود بؤاد يا لابد السجود وصو استاق يا حدنا أنتونا باللامين فاتحة دي شنجر وتكبير صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كذب من سورة الفاتحة يؤخرنا إياه حدنا وحؤخرنا إياه سورة الأعلى سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية يؤخرنا إياه لك عدد اللابات فاتحة هذا كذب أما سورة دي وحفظتين يا دوسنا حفظتين سورة يعني هل أتاك حديث الغاشية كذبنا الدواء ركوعيا هذا نسوى يعني أنت دمانيت سجودي يقول لي مانيا مركي وصلاة كبر حنا دتك وحاي سنة إلى سته نيديا أو أي معركتين فرحت داسي أي وذاقا طبعا لقب الله أبو مخرب كعاو قرحنا مركي دعوه وحوي تكبيرتي أيا بلابيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلى بريس عيد لقته كذو تكبير تاس أيام غدينا إلى سبحانه وتعالى وحير ولن تكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مركب ما إبى نسيد اللوت كذو
dadka dad badan oo aad iyo aad uga walwalsan baan arkay waxa lagu walwala maaha guryihiina ku tukada haddii dadka qaar meel isugu iman karaana qofka imaama oo tujiya guryaha qaarkood isugu iman karaan ma aragtay ha tujiyo khudbada in la akhriyana iyadana waxa weeyaan way fiican tahay khudbadu way ka dambaysaa ee salaada ciida labada rakcadood khudbadana macnaheedu waxay tahay af soomaali baa lagu akhrin karaa af kasta oo markaas dadku ay fahmaan baa lagu akhrin karaa waxa weyn in la yacni ilaahay lagu mahdiyo oo aayad qur-aan iyo xadiis ay ka mid noqdaan oo la sheego oo la iswacdiyo oo ilaahay la isxasuusiyo ayay noqonaysa kadibna markaas dadkii ay farxadoodii ciidda ay ka qayb galaan intaa kadib waxaan aada iyo aada u xasuusinayaa dhammaan jaaliyadeenna gaar ahaan jaaliyadda ku nool Vancouver iyo dadkana maqlayaba walaalayaal masaajidkiina al-iimaan yacni wuxuu u baahan yahay inaad soo caawisaan waa aad ogtihiin dhismaha ka socday